ستوب. شكرا يا جماعه، نكمل بعد البريك. بريك يا اساتذه. ايه يا استاذ، بريك ايه دلوقتي؟ انت متفق معايا هتعمل 40 دقيقه قبل البريك، انت دلوقتي عامل 38 دقيقه بس كده، هتخرب بيتنا. دي فلوس ناسك يا استاذ. وانا هعمل ايه بس يا استاذ، ما انا شغال من 5 الصبح. خلينا في المهم، ايه رايك يا استاذ؟ رايي في ايه يا عم؟ رايك في السيناريو بتاعك اللي انا بخرجه. وانا لسه اتفرجت على حاجه، اما بقى اتفرج مع الناس بقى في رمضان بقول لك رايي اول يوم العيد صغير ان شاء الله. ايه ده؟ انت ليه يا استاذ بتحبطني كده؟ حظك كده، انا اصلي من نوع الموحد. كتر خيرك يا استاذ، انا رايح اتغدى، هتيجي معايا؟ لا اتغدى انت بالهنا والشفا، انا ما باكلش غير في بيتنا. يا استاذ يا استاذ ارحمني يا استاذ، انت كل يوم لا تاكل جمبري يا تاكل كابوريا يا تاكل بط، شكل يا اخي، يوم كشري يوم فول وطعميه يوم جبن. انت بتتكلم في ايه يا استاذ؟ بتتكلم في ايه؟ ده انت مشغلنا زي عمال الطراحيل بعد اذنكم. شفت او زعل منك، انا مش فاهم انت بتغتت عليه ليه. انا اللي بغتت عليه؟ ما انت اللي باصص له في اللقمه اللي بتجيبها له يا عم. وبعدين كبر دماغك، هو بيخرج وانا بألف وانت بتنتج والممثلين بيمثلوا، دي كلها لقمه عيش يعني، اهم حاجه تلمنا على القرشين. قرشين بتوع ايه؟ قرشين بتوع المسلسل الجديد. مش متفقين هتدينا 20,000 جنيه عربون يا عم؟ انت نسيت ولا خلاص ايه؟ خلاص خلاص فهمت. ايوه يا ويليام، انت فين؟ بقول لك ايه، هات لي 20,000 جنيه وتعالى لي في الاوكيشن. يجيبهم ورق ميات، مش عايز عشرات، انا ما ببيعش لاب. سمعت، هاتهم له ميات يا عم، خلصني منه. يلا يا ويليام انا مستنيك في الاوكيشن، مع السلامه. اهم حاجه بقى ما تقولش لمراتك ان انا خدت 20,000 جنيه، عشان مراتك ممكن تروح تقول لمراتي وتبقى ليله عجيبه. ايه الحكايه يا محمود، انت بتلعب بديلك ولا ايه؟ ديل ايه يا عم؟ هو في بني ادم عنده ديل؟ الديل ده واحد كان بيتمنى يبقى كلب. بس دمك خفيف اهو يا اخي، اكتب الكلام ده في ورقك عشان الناس تضحك. انا اكتب، بس اهم حاجه تلاقيني على الفلوس. واوعى تقول لمراتك، انا بقول لك. مش هقول لمراتي وحديك الفلوس النهارده، بس انت لهمني على الحلقات. ما تقلقش يا استاذ، انت معاك اكبر مؤلف في جمهوريه مصر العربيه، ده انا الوحيد اللي بكتب وبطبع مع بعض، يعني واخدها فحت ورد. تمام يا سامي، كده وصلني من الدفعات 150,000 جنيه، فاضل 20,000 جنيه وتستلم شقه. بتقولك اتفضلي يا هانم. بذمتك في حد يعمل في اخته كده؟ بقالي سنتين ساكنه قانون جديد وبدفع كل شهر شيء وشويات، وانت اخويا وبتبني عماره وتاخد مني زي الغريب. هو انا ببني عماره ملك يا ساميه؟ انا حي الله حته مهندس صغير ببني لصالح اتحاد ملاكي، يدوني فلوس يقولوا لي ابني ابني واخد حسنتي. حسنتك؟ عايز تكسب فوق ال 100,000 جنيه وتقول لي حسنتك؟ ده انت حوت. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. على فكره يا ساميه، احمدي ربنا ان انا عرفت اوفر لك شقه 190 متر ب 170,000 جنيه، بقيت جيرانك واخدينها ب 200,000 جنيه، يعني انا موفر لك كده الوجه الله 30,000 جنيه. متشكره يا اخويا، متشكره يا حبيبي، ربنا يكبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطري. بقول لك ايه؟ اذا ما كانش عاجبك رجعيها يا حبيبتي، وفي زبون ب 200,000 جنيه واخوك يكسب. خلاص خلاص بلاش المحاضره بتاعت كل مره دي. والله يا سعيد احنا مأجلين كل حاجه في حياتنا لغايه ما ناخد الشقه دي، لدرجه ان احنا حتى مأجلين الخلفه. اعمل ايه في محمود جوزي؟ ماله محمود يا سامي؟ هيجنني بالاجهزه اللي عمال يشتريها عمال على بطال، اجهزه تسجيل، كاميرات فيديو. انت عارف من اسبوع بس اشترى كمبيوتر صغير كده 13,000 جنيه وشايله معاه في كل حته. هوايته يا ساميه، صدقيني دي هوايه احسن من هوايات منيله كتير قوي، على الاقل ده قدام عينيكي وفي بيته. بيته؟ محمود ما يعرفش حاجه في بيته غير الاوضه اللي فيها الاجهزه دي. انت عارف بتمن الاجهزه دي كنا ممكن اشترينا الشقه كاش. قوم قوم اتفرج على الاوضه، ما انت عارفها مهرجان اجهزه. في ايه يا ساميه مالك؟ الراجل بيكسب كويس وبيصرف على بيته كويس وعلى هواياته كويس. الله، اذا كان على الشقه يا ست فاضل 20,000 جنيه وخلاص وتستلميها. وليه ما اشتريناهاش كاش؟ وكان ممكن كمان يشتري لي شريف مارينا. سبحانك يا رب سبحانك يا رب، ما فيش واحده راضيه بحالها ابدا. مالك يا سمسمه؟ مالي؟ جوزي بيكسب المكاسب دي كلها وما عندوش حساب في البنك وتقولي مالي؟ ايه يا ساميه اللي بتقوليه ده؟
جوزك مؤلف ناجح ومطلوب، مش معنى ان ما عندوش حساب في البنك انه وحش يعني. الراجل بيكسب كل فلوسه ده على بيته. قصدك على الكلام الفارغ اللي في الاوضه دي؟ لا اله الا الله، هوايته يا سامي، هوايته بيشبعها. انت ناقصك حاجه؟ ناقصني حاجات كتير. عادي، كل الستات ناقصها حاجات كتير، مفيش فايده ابدا. هو اتاخر ليه؟ الو، محمود، انا سعيد. سعيد اخو مراتك. سعيد ازايك؟ لا يا عم ما اتاخرتش ولا حاجه، انا تحت البيت اهو بخلص بس حاجه في الكمبيوتر وطالع على طول. يا عم تنزل لي فين؟ بقول لك ثانيه واحده طالع لك على طول. يلا سلام. قلتلك ده هيجنني. مش قوي كده، ده انت اللي تجنني بلد والله اختي، وانا عارفك كويس طول عمرك عامله كبيره وعاقله وفاهمه كل حاجه. يا سلام، ليه وانا مش كبيره وعاقله وفاهمه كل حاجه؟ تصوري يا سمسم ان هي دي مشكلتك مع جوزك، هو فنان مطرقع لاسع عايز يكسب ويصرف ويبعزق، انت وزيره اقتصاد. طيب يا فيلسوف، لم فلوسك بقى ليجي يشبط فيهم يشتري بيهم اجهزه. لا انا في عرضك. بقولك ايه، خدي بقى وصل بالمبلغ بتاعك احسن. معقوله اخد من اخويا وصل؟ سلام، طول عمرك بتقولي كده وبتاخدي برضو في الاخر وصل. اتفضلي. طبعا لازم اخد وصل. سلام عليكم. اهلا. وعليكم السلام. ازيك يا سيعه؟ ازيك يا حوده؟ عامل ايه؟ ازيك يا ساميه؟ ازيك يا محمود؟ طبعا الاكل لسه مجهز ولا ايه؟ انا مجهز الاكل بقى، تعالى افرجك يا معلم على الحته العبقريه الجديده دي. يا دي مو 13000 جنيه؟ تعرفت ولا ايه؟ تعال يا عم لعلمك ده سعرها في السوق 15000 حته بس ابهار بقى، اندهاش. تعالى تعالى. اتفضل. يا ربي، جوزي مجنون واخويا جن منه. ايه ده محمود؟ دي قاعدة فضائية دي ولا استوديو تلفزيون ولا استوديو تصوير ولا صوت ولا ايه ده؟ اقعد عبقري طبعا انا، مش كده؟ ايوه بس فهمني ايه ده الاول. بص يا سيدي، دي احدث تكنولوجيا موجودة في العالم، في الصوت وفي الصورة وفي الكمبيوتر وفي الانترنت والداونلود، وشغلانة كبيرة قوي. حلوة قوي 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 يا محمود، بس ليه ده كله؟ وايه ليه؟ بص يا سعيد، انا ما بعتبرش ان انت اخو مراتي والبواخه دي، انا بعتبرك صاحبي واخويا وحبيبي، عشان كده بقى بحكي لك على كل حاجه. في ايه يا محمود؟ انت بتحب واحده في الفضاء الخارجي وبتراسلها عبر الاجهزه دي؟ عبر دي كلمه تقولها عب؟ بص ما بحبش روح الدعابه. الحكايه دي كلها سعيد ليها علاقه بعقده النقص اللي عندي. عقده نقص؟ صراحه عندي عقده نقص. نقص ابويا الله يرحمه كان بيشتغل ويتعب عشان يصرف على 4 اخوات انا اصغرهم. مش فاهم. انا بفهمك اهو يا عم، انت اللي بتقاطعني. ابويا بقى عمل اللي عليه وصرف عليا ودخلني الجامعه. ما دخلت الجامعه قلت خلاص فرصتي بقى هخش فريق التمثيل اللي انا طول عمري بحلم بيه. رفضوا ياخدوني كممثل، قال ايه صوتي مش قد كده. قلت مش اشكال، اخرج اقلف، المهم يبقى لي وجود في المسرح. بس مفيش امكانيات في المسرح. كان نفسي اعمل انبهار للجمهور، نفسي اعمل احدث مزيكا، احدث صوت، احدث اضاءه، احدث انبهار للناس، اخلي الممثلين يطيروا من على خشبه المسرح على دماغ الجمهور ويرجعوا تاني على خشبه المسرح. ما قدرتش خالص يا سعيد، الامكانيات كانت ضعيفه. إمكانيات ضعيفة في البيت وإمكانيات ضعيفة في الجامعة، عقدة النقص كبرت 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 لغاية ما بقت عقدة. أيوة يا محمود، ده كان زمان، دلوقتي خلاص أنت كاتب كبير مشهور واسمك منور. أيوة بس العقدة فضلت زي ما هي عندي لغاية ما الفلوس جريت في إيدي بشكل مبالغ فيه.
بقيت اشتري كل اللي انا كنت محروم منه من وانا صغير. اشتريت بدل التلفزيون 5 تلفزيونات، بدل الكاس جبت 3 كاسيتات، اشتريت شوكولاتات كتير، بجيب ايس كريم ووزع العمارة كلها، بعوض عقدة النقص اللي عندي. بس تعرف ان الموضوع ده هيجنن مراتك؟ ليه يا عم؟ يجننها ليه؟ انا حرمها من حاجة، وبعدين دي هواية عندي، قاعد في وسط البيت في وسط الاجهزة بتاعتي، مش احسن ما اروح اصاحب واحدة ولا اروح اصاحب اصدقاء السوق ويشربوني حاجات ممنوعة حكوميا. وجهة نظر يا محمود، انت صح. طبعا صح، وانا عمري قلت حاجة غلط. اصبر بقى ما افرجك على اختك بتعمل ايه. اختي بتعمل الغدا في المطبخ. انا عارف ما هي قدامنا. ايه ايه ده انت مصورها ولا ايه؟ مش مصورها ولا حاجة، ده على الهوا كاميرا صغيرة محطوطة في المطبخ. اعرف بتعملها اهي، راحت عند البوتاجاز حطت حتة لحمة، راجعت شفت شغل كله على ما بيضة. انت جاسوس يا محمود. مش جاسوس، دي تكنولوجيا حديثة. اتفضل ادي البواب قاعد اهو، وادي عندك هنا الصالة كله عندي باين. اتريها عمالة تقولي عمال يصرف فلوسه على الفاضي والمليانة. قلت لك امتى الكلام ده؟ ده من شوية قعدت تشتكي لي كتير قوي يا محمود. ما هو مش اشكال، ما كل حاجة اعرفها كله متسجل عندي هنا يا معلم. ازاي يعني؟ اتفضل يا سيدي اهو. اللقاء اللي كان بينك وبينها موجود في الصالة، ادي شغل الصالة اهو. اتفضل حضرتك. اهلا اهلا يا سعيد، تعالى. انا محمود. ازيك يا سمسمي؟ الحمد لله. قعدت بالشنطة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الفلوس اللي طلعتها لك دي؟ فلوس شقتكم يا اخويا، فلوس الشقة. ماشي يا عم، كل حاجة عندي. ما بنلعب. مش معقول يا محمود، ايه التكنولوجيا دي؟ طبعا يا عم، امال انت فاكر ايه؟ انا جاهز يا محمود. بس سامية بتنادينا كبسة يا معلم، الحق طفي كله. بقول لك ايه يا محمود، اوعى تصورني وانا باكل. ايه بقى جدع، عيب ايه الا كده، كله مطفي قدامك، عندي كاميرا تانية تصورك. يلا بينا. كويس قوي، كتب نص حلقة. يا محمود، لو تكتب حلقة في اليوم نخلص اقساط الشقة ونفرش كمان. ايه ده؟ عقد جديد؟ وبتاريخ امبارح؟ دفع التوقيع 20,000 جنيه؟ بقى كده يا محمود بتخبي الفلوس من ورايا؟ 20,000 جنيه يا محمود مش كفاية 13,000 جنيه اللي اشتريت بيهم الكمبيوتر الجديد؟ اهدي يا سامية اهدي، ما انتي لو صحيتيه دلوقتي مش هتاخدي منه حق ولا باطل. ماشي يا محمود، الصباح رواح. حلوة أوي، مدهش، هايل جدا. هو إيه بقى اللي هايل؟ كتبت حلقة بدل النص حلقة اللي كتبتها امبارح؟ حلقة يا ماما، أنا عملت إنجاز خلاص. إنجاز؟ إنجاز إيه اللي أنت عملته؟ أنت عمال تلعب من الصبح. ده مش لعب يا هانم، ده شغل اسمه. بص يا حضرتك، أي سيديهات بتلاقيها على أي جورنال، أي مجلم اللي بيوزعوها دول بيسجلوها. انا ما كنتش بعرف اسجل، دلوقتي بعرف اسجل من التلفزيون. بصي سيدي، هاي اهي تمنها ما يجيش 3 جنيه، اقدر بمنتهى البساطه اسجل عليها اللي انا عايزه من التلفزيون. مادام عملت وصلات الفيديو ان والفيديو اوت من الكمبيوتر للتلفزيون، خلاص سهل جدا اسجل بقى افلام مسلسلات كل اللي انا عايزه. بصي تكه واحده بالماوس خلاص سجلت. وديت فين ال20,000 جنيه اللي خدتهم؟ ممكن كمان سجالي ماتشات كوره العلمي. رد عليا. لا يا ساميه، زعيلي ليه؟ 20,000 جنيه بتوع ايه؟ اللي خدتهم دفع التوقيع من النبراوي امبارح. ها؟ ساميه عيب قوي ان انت تفتشي في ممتلكاتي الخاصه لعلمك بقى. يعني انا عمري فتشت في ممتلكاتك ولا في شنطتك ولا في جيب فستانك. محمود ما تعصبنيش، انا بسالك على العقد. جراسامي عقدي،
العقد ده انا كتبته من غير ما اخد من الراجل ولا مليم، ولو مش مصدقاني عندك تليفون مرات النبراوي وصاحبتك اساليها بنفسك. وحياتك لا اسال النبراوي بنفسه، انت فاكرني ايه هصدقك بسهوله كده؟ هطلبه حالا دلوقتي. اطلبيه عادي جدا. انا براوي بقول لك ايه، سامية هتطلبك دلوقتي عشان تسألك على 20,000 جنيه الدفعة. اوعى تقول لها ان انا خدت منك حاجة. ايوة يا عم اوعى تقولها مرماطك انا براوي. لا ما تقلقش، النهاردة ان شاء الله هسلمك حلقتين، هي دي مشكلة، اكتبهم في ربع ساعة. سلام. زي ما بقولك كده بالظبط يا مستر محمود، مندوب الشركة طلع المطار يستلم الجهاز من ساعتين. عال عال عال، يعني واصل بالسلامة من اليابان وفي كل الإمكانيات اللي قلتلك عليها كمان. والمبلغ 20,000 جنيه زي ما اتفقنا؟ لا بصراحة هو المبلغ هيزيد شوية، معلش بقى انت عارف الأسعار كلها اليومين دول مرتبطة بسعر الدولار، بس تجيني انت وتتفرج على الجهاز وتجربه ومش هنختلف مع بعض. يا أهاب أنا هاجي أشيل على طول وأدفع الفلوس كاش 20,000 جنيه. أوكي وأنا في انتظار. خلاص يا أهاب أنا جاي لك على طول، مسافة السكة، مع السلامة. حلو أوي. اتفضل يا محمود بيه. الجهاز ده بقى فيه أعلى سعر تخزين، الذاكرة بتاعته عالية جدا. أهم حاجة إنه 200 جيجا وفيديو إن وآوت ودي في دي وسي دي ريد أند رايت. بقول لك فيه كل حاجة، طب إيه رأيك بقى إن دي أول وحدة متكاملة تدخل مصر؟ لا وإيه؟ جاية بأوردر مخصوص علشانك. طب يا عم، حقي بقى أقعد وأجرب وأتفرج وأشوف كل حاجة. ده كلام يا مستر محمود، ده أنت تنور، ده أنت أحسن عميل عندنا، اتفضل. شكراً يا سيدي. يا نادية افهميني، أنا متأكدة إن محمود قبض من جوزك ال 20,000 جنيه. طبعاً بثق فيه، بس أنا متأكدة كمان إنه خبى عني الفلوس دي عشان يشتري بيها جهاز جديد من اللي ماليلي بيهم الأوضة. ما أنا كلمت جوزك في التليفون، قالي ما قبضوش أي فلوس. أعرف منين بس؟ مين؟ مين ويليام ده؟ مدير إنتاج المسلسل؟ آه وعنده كل الحسابات؟ طيب نمرته كام؟ 01. طيب يا حبيبتي متشكرة قوي، مع السلامة. ادخله ازاي؟ هدخله منين؟ الو استاذ ويليام، ازاي حضرتك؟ أنا مدام سامية مرات الأستاذ محمود يوسف المؤلف. الله يخليك، أهلا بيك. الحقيقة وأنا بعد ال20,000 جنيه اللي اديتهم للأستاذ محمود لقيتهم زايدين 100 جنيه. أيوة 20,100 كده. طيب يا أستاذ ويلي أنا هعد الفلوس تاني وأنت كمان راجع حساباتك، متشكرة قوي. طيب يا محمود، بتقبض وتخبي عليا يا محمود؟ اما ترجع اما وريتك. ما هو ما ينفعش يا استاذ نسافر لندن، تاخد معاك 10 ممثلين وتقعدي اسبوعين، كده يتخرب بيتي. يا استاذ المشاهد الخارجي لازم تتصور في جناين لندن وشوارعها. طب قول الداخلي مقدور عليه، ممكن نبني ديكورات في الاستوديو. والخارجي كمان مقدور عليه، عندك اسماعيليه يا اخي كلها خضره وصغور وحاجه حلوه قوي. نجيب واد خطاط كويس يعمل كام يافطه مكتوبه بالانجليزي، وكام راجل ابيض كده ونلبسهم عساكر انجليزي، وكام بنت حلوه، هات بنات من روسيا يا اخي ولبسهم الميكرو جيب والميني جيب ويمشوا في الشارع، وكام عربيه ونعلق عليهم نمر بالانجليزي ونمشيهم شمال كده، بقينا في لندن. طب والمطار يا استاذ؟ المطار هنصوره ازاي يا استاذ؟ عندك 100 فيلم موجود في المطار، هات الفيلم ده وقصص منه واعمل مونتاج، خلاص مشكلتي ما تتحل. خلصني بقى يا استاذ، خلصني. يا ويليام هات لي مصاريف الاسبوع اللي فات وتعالى لي بسرعه. يلا يا ويليام. اوكي يا استاذ.
هسبق انا على اللوكيشن عشان عندنا شغل كتير قوي النهارده. همتك معايا شويه يا استاذ، بلاش حكايه 13 دقيقه و13 دقيقه ونص دي، انا عايز 45 دقيقه والا هيتخرب بيتي. هنا قطاع خاص يا استاذ مش حكومه. ربنا يسهل يا استاذ. مع السلامه. ازيك يا وليم؟ اهلا يا استاذ. ما تتاخرش علينا في اللوكيشن، عايزينك تحت امر. هات يا ريس حسابات الاسبوع اللي فات. على فكره مدام الاستاذ محمود المؤلف دي ست كويسه قوي. نعم مدام محمود يوسف المؤلف، تصور حضرتك انها تكلمني في التليفون عشان تقول لي انها لقت في العشرين الف جنيه اللي صرفهم جوزها امبارح 100 جنيه زياده. وقلت لها ايه؟ قلت لها ان هو صرف العشرين الف جنيه بالظبط استكين، كل استك ب10000 جنيه زي ما جم من البنك. يا خيبتك يا اخويا، وعامل لي فيها مدير انتاج، هعمل ايه في المصيبه دي؟ ادي 20000 جنيه عدوهم يا باشا. ده كلام برضه يا مستر محمود، وانا برضه هعد وراك. المهم بقى قول لي، عايز الجهاز يروح لك البيت امتى؟ هي دي بقى المشكله. مشكله ايه؟ المدام اصلها ما بتحبش الاجهزه دي خالص، لو شاف الجهاز جديد داخل البيت هتبقى مصيبه. طب والعمل؟ مفيش بقى، انا فكرت في سيناريو كده عشان الجهاز ده يوصل البيت، بس لازم الشركه بتاعتكوا تمثل معاها فيه. مش فاهم. افهمك يا سيدي، انتوا دلوقتي عندكم زباين كتير قوي بتيجي تشتري وبتاخد فواتير، اكن يعني انتوا عملتوا مسابقه على الفواتير دي، والعميل رقم 10000 ياخد جايزه احدث جهاز كمبيوتر هديه. ايوه، وتقوم بقى حضرتك تطلع الفائز وجهاز الكمبيوتر يوصل لك البيت على اساس ان هو الجايزه، صح؟ صح يا عم، مية مية. يبقى انا كده ما اشتريتش الجهاز، بس انتوا بقى تلفوا الكرتونه بتاعت الجهاز دي بورق ملون وفيونكا، وتيجوا كلكم برابطه المعلم وتعملوا لي مفاجاه بقى. استاذ محمود، هو انت ممثل ولا مؤلف؟ يا عم انا شغال وبسترزق كله مع بعض. ثانيه واحده اصبر. الو، انا براوي. ده المنتج اللي بيبعت لي الفلوس. انا براوي. خير يا سيدي، انا موجود اهو في الشركه بتاعت الكمبيوتر، اشتريت الجهاز الجديد. ايه بتقول؟ انا براوي. مراتي عرفت ان انا خدت دفعه 20000 جنيه امبارح؟ عرفت منين انا براوي؟ يا ساتر على الغباوه بتاعت الشركه بتاعتك كلها. انت فين انا براوي دلوقتي؟ خلاص انا جاي لك دلوقتي على المكتب. يلا سلام. الله، في حاجه ولا ايه يا محمود؟ مفيش يا سيدي، مشكله بسيطه كده اشوف لها تاليفه. المهم هكلمك اقول لك تبعتوا الجهاز ده امتى بالظبط. اتفقنا؟ اتفقنا. لحظه واحده بس، تاخد الفاتوره بتاعتك. يا محمود افهم، انا ما قلتش لمراتي ان انت قبضت اي فلوس، مراتك هي اللي لفت ودارت وقعت مدير الانتاج بتاعي. طب والحاله استاذنا براوي؟ معرفش، بس انا عارف بقى سامية زمانها دلوقتي بترتب لمصيبة سودة وخناقة كبيرة جدا. بص يا استاذ نبراوي، انا اقول لك على حاجة، اللي عمل المشكلة دي كلها الاستاذ ويليام مدير الانتاج بتاعك، يبقى انت اللي تتحمل غلطته. يعني عايزنا اتصل بمراتك واقول لها مدير الانتاج بتاعي كداب؟ لا استاذ، عايزك تديلي 20000 جنيه غير الاولانيين بس عدا ونقدا. منين؟ وين منين؟ دفع من العقد بتاعي. انا اقصد معيش سيوله دلوقتي. خلاص يا عم اديني شيك، الساعه واحدة ونص يا دوبك الحق البنك على الناصيه. بس انت مالكش دفعه دلوقتي يا محمود. يا عم دفعه ايه وانا في الجيش؟ اكتب لي انت بس الشيك، اكتب وانا ان شاء الله وعيدك مش هخرج من اوضتي الا ما اخلص لك 5 6 حلقات على الاقل. انا مش فاهم، طول عمري عارف ان انت لاسع ورغم كده بتعامل معاك. لو ايه بلا قطع 5 حلقات على الاقل. بقول لك ايه، اتفضل الشيك اهو، استنى لما تمضي الوصل. انا عايز الاسبوع الجاي على الاقل 7 حلقات والا هقلب الترابيزه على دماغك. يا عم خلاص، قلت لك هخلص لك 7 حلقات يا شغلانه، هجيب من اي مسلسل قديم واقلب الشراب. جهزي شنطتها وماشية، أكيد دخلنا على عبط الجامع. سامية، يا سامية أنت فين يا سامية؟ أنا جيت خلاص أهو.
افتح العربيه لو سمحت. ايه الحكايه؟ انت عرفتي ولا ايه؟ طبعا عرفت. ولا فاكرني نايمه على وداني ولا غبيه ولا مغفله؟ لا ما تقوليش على نفسي غبيه، انا متجوزك اساسا عشان زكاوتك، عشان دماغك اللي بتوزن بلد يا سامي. من فضلك يا محمود بطل كلامك ده المزوق، لانه مش هيغير من الحقيقه. انت راجل خاين. انا خاين يا ساميه؟ انت عارفه كويس قوي يا ساميه ان انا بحبك، وعمر ما بصيت لاي واحده في الدنيا. ليه؟ عشان بحبك يا استاذ. الخيانه مش انك تعرف واحده تانية على مراتك، الخيانه انك تخبي على مراتك. لا يا حبيبتي، انت بتصدقي الكلام اللي في العقد ده؟ انا ما قبضتش المبلغ ده كله، وانت قابض 20,000 جنيه. بتخبي فلوسك عليا ليه؟ بصرفها على اهلي؟ ما انا بدفعها اقساط في الشقه. مش عايزنا بقى نسيب القانون الجديد ونسكن في شقه كويسه ونبدا حياتنا ونبقى ناس محترمين؟ ايوه ساميه، ما انا اصلي. انت اصلك راجل خاين وكذاب وكمان مدمن. مدمن؟ وصلت لمدمن؟ انت عارفه كويس قوي يا ساميه ان انا حتى ما بشربش السيجاره فاضيه. مدمن اجهزه ملهاش اي قيمه. ملهاش اي قيمه بالنسبه لك عشان انت مش فاهمه قيمتها، بس الاجهزه دي عادي جدا ان انا اشتريها. لازم اتابع التقدم التكنولوجي اللي موجود في البلد، زي ما انت تشتري الصيغه والذهب كل ما بيبقى معانا قرشين زياده. الصيغه والذهب دي كانها فلوس متشاله في البنك، ادخار. انما الاجهزه اللي انت عمال تشتريها عمال على بطال دي ملهاش قيمه، يوم ورا يوم قيمتها بتقل، ولما تيجي تبيعها تبيعها بعشر تمنها. انا خاف عليك ليه؟ اقلق على مستقبلي معاك ليه؟ اخاف على فلوسك ليه؟ يا ساميه اديني مفاتيح العربية، أنا رايحة بيت أهلي. وخليك بقى أنت مع الأجهزة بتاعتك اللي إن شاء الله هخليك تبيعهم حتة حتة لما جرجرك في المحاكم، وأطلب منك نفقة ومتعة ومؤخر. نفقة ومتعة ومؤخر؟ وصلت كده يا سامية؟ ماشي أوكي، اتفضلي مفاتيح العربية أهي. هبعت البواب ياخد الشنطة لو سمحت. عاوز إيه؟ اتفضلي خدي الورق ده. إيه ده؟ ريه، يمكن ينفعك. عموما دي مش ورقة الطلاق. معقولة؟ ده عقد الشقة الجديدة. ودي مفاتيح الشقة الجديدة. اتفضلي خدي شنطتك وروحي اقعدي فيها، انت عارفة مكانها، بدل ما تروحي عند ابوك ولا امك وتعملي لهم ازعاج بجنانك ده. انا مش مصدقه، انت دفعت ال 20,000 جنيه لسعيد؟ غباوه. حاولت ان انا امبارح اديله الفلوس وانت قاعده في قرابيزنا، ما عرفتش. وطبعا ما كانش ينفع في وجودك اديله الفلوس عشان ما بوظتش المفاجاه اللي انا كنت عاملها لي. النهارده جايب لك العقد وجايب لك المفاتيح عشان افرحك، لقيت العبط بالهابه. محمود؟ بلا محمود بلا عباس، يلا على امك. انا شخصيا ميت من جوع، اخش كل لقمه وانام بقى من غير اي ازعاج مرطاه. يلا بتاعت المؤخر والنفقه والمتعه. محمود عاوزه ايه تاني من زفت؟ عاوزه اعزمك على العشاء، اصلي بصراحه كنت ناويه لك على نيه سودا مهببه بستين نيله، وعشان كده ما عملتش عشاء. وانا بقى راجل شقيان طول النهار عشان اجيب لك في شقق وارجع ما الاقيش حاجه اكلها. خلاص يا حبيبي بقى عشان خاطري، ده انا اللي عازماك. ما دام انت اللي عازماني خلاص هاكل، بس يا ريت بقى تعشيني كباب وكفته. وماله يا حبيبي كباب وكفته؟ وريش بتلو. وريش بتلو وحمام، واحده محشي وواحده مشوي. وحمام وسلطات، وعايز بابا غنوج وام علي. ما تخلص بقى، مش واكل. احنا يا فندم اسره الشركه الدوليه للتكنولوجيا للاتصالات والكمبيوتر، يا ترى ممكن نقابل محمود بيه؟ انا مراته. للاسف يا فندم احنا لازم نقابله شخصيا، بشرط اساسي في الاحتفاليه. احتفاليه؟ محمود يا محمود، في ضيوف عاوزينك. ضيوف مين؟
اهلا وسهلا، مين دول؟ ده الاستاذ محمود يوسف اللي انتوا عاوزينه. استاذ محمود، اهلا بحضرتك. انا ايهاب طه، مدير الشركه الدوليه للتكنولوجيا للاتصالات والكمبيوتر. حضرتك عميل مشهور عندنا وياما اخذت مننا اجهزه، ارجو ان سعادتك تكون فاكرني. اه طبعا فاكره كويس، انا ياما اشتريت من عندكم سيديهات. في الحقيقه استاذ محمود، انا يسعدني ويشرفني اني اقدم لحضرتك الجائزه الكبرى من شركتنا. الجائزه الكبرى؟ الجائزه الكبرى ازاي يعني؟ دي جائزه يا فندم اعلنت عنها الشركه، وبنقدمها للعميل رقم 10,000 من الافاضل اللي كانوا بيتعاملوا مع شركتنا. وحضرتك سعيد الحظ، الف الف مبروك يا استاذ محمود. الله يبارك فيك، جايزة يعني أنا عمري ما تصورت أبدا إن أنا أفوز بالجايزة الكبرى. حضرتك فزت بيها فعلا يا فندم، تسمح لنا بس ندخل؟ ألف مبروك يا أستاذ محمود، جايزة العميل رقم 10,000، ده أحدث جهاز لسه واصل حالا من اليابان. اليابان صح، بس يعني أنا هعمل بيه إيه الجهاز ده؟ يعني ده أنا عندي كمبيوترات بالهبل. أيوة يا فندم، بس دي جايزة حضرتك. ايوه يعني انا متهيألي لو كنت لقيته بدل الجايزه دي مثلا جايزه تانية زي ثلاجه، تلفزيون، ديش ووشر مثلا، يعني اي حاجه تنفع بدل الكمبيوتر ده. ده كلام برضه يا استاذ محمود، زي ما حضرتك عارف شركتنا ما بتشتغلش غير في تكنولوجيا الاتصالات الحديثه، يعني بقى لو حضرتك عايز ثلاجه ولا غساله تروح بقى حضرتك شركه ادوات منزليه. صح طبعا طبعا. طب خلاص بقى انا مضطر اقبله، يعني هعمل ايه طيب يعني؟ طبعا يا فندم، الف الف مبروك. الله يبارك فيك. تسمح بقى حضرتك جنب الجهاز كده علشان ناخد لنا صوره من المدمزيل؟ قوي قوي. بس البيجامه يعني مش اشكال، انا اللي بيقول لك صوره مع العميل رقم 10,000، انت مرات العميل رقم 10,000، اطلع من الصوره. ايه رايك بقى يا محمود بيه؟ عجبتك؟ هتسيح ولا ايه؟ صورة كمان. اخرب عقلك يا محمود، بتألف في الحياة كمان. اسمع، أنا عايز المشهد ده بالكامل تكتبه لي في المسلسل الجديد بتاعي. ده ضحك، هيستيريا ضحك يا أستاذ. لا يا أستاذ، المشهد ده كلفك فلوس كتير قوي. المهم زي ما اتفقت معاك، أدي 7 حلقات خلصوا في أسبوع زي ما اتفقنا. هو ده الشغل. مش عايز 20,000 جنيه تاني وتعمل لي 7 حلقات الأسبوع الجاي؟ لا بقول لك ايه، ارحمني بقى شويه، سيبنا عيش مع الجهاز الجديد. ده انت نصيب يا محمود، قال ايه جايزه العميل رقم 10,000 ودخلت على مراتك. دخلت عليها يا سيدي، بس بقول لك ايه، مراتي ساميه دي اصلها واعيه قوي، يا ريت بقى حكايه ال 20,000 جنيه دي ما تجيبش سيرتهم عشان بتقيد كل مليم في دفتر حسابات عندها. خلي ال 20,000 بتوع الكمبيوتر بره العقل. لا احسن نروح في داهيه. عينيا يا محمود، هعمل كل اللي انت عايزه، بس الحقني الحقني واكتب لي وانت مبسوط كده. صراحه انا مش هقدر اكتب قبل اسبوع، لازم بقى اقعد اعيش شويه مع الجهاز، افهمه ويفهمني ويحصل بينا نوع من الميس اندرستاند. سمسم، مش فاضل بس غير 30 الستائر اللي جوه. مالك يا سامية، فيك ايه؟ مش عارفة يا سعيد، مش داخل في دماغي ابدا موضوع جايزة الفايز نمرة 10,000 دي. ليه يعني؟ ايه اللي حصل؟ حاسة كده انها كانت مسرحية، مسرحية بيمثلوها ممثلين خايبين، زي ما يكونوا متفقين مع بعض على اللي حصل ده. ليه يا سامية؟ شركات كتير قوي بتعمل كده عشان تجذب الزبون، والزبون بيبقى رايح ومتصور ان هو الوحيد اللي هيكسب، وجوزك كده؟ طيب يا سعيد، لما محمود يفوز بجائزة ليه ما يروحش يستلمها بنفسه؟ ليه يجيله 4 موظفين طوال عراض ويسيبوا مكاتبهم عشان يسلموا الأستاذ محمود جائزته في بيته؟ لا وإيه؟ شوف بقى التقيلة، محمود رفض الكمبيوتر ويقول لهم بدلوهولي بتلاجة أو غسالة، اللي من ساعة ما جه الكمبيوتر ما قامش من قدامه. والله أنا ما عارف الواحد يرضيكوا إزاي يا ستات. تقولوا الصراحة يا رجالة، تبطلوا كذب وخداع وغش. طيب اهدي. قولي لي وانتوا ناويين تنقلوا امتى؟ انت قدامك قد ايه وتخلص؟ يعني يوم يومين بالكتير. يبقى ان شاء الله ننقل كمان اسبوع. على البركه يا حبيبي. يلا بقى قومي شوفي، لو محتاجه اي حاجه في التشطيب قوليها لي لو سمحت. حاضر، يلا بينا.
الشركة الدولية لتكنولوجيا الاتصالات والكمبيوتر فاتورة. المطلوب من السيد محمود يوسف مبلغ ما قدره 20,000 جنيه قيمة وحدة كمبيوتر. دي نفس الشركة اللي جابت الجايزة، كمان نفس الموديل بتاع الكمبيوتر ونفس التاريخ اللي مدير الإنتاج ادى فيه محمود 20,000 جنيه. بقى كده يا محمود، اشتريت الجهاز، بتكذب عليا. بقى انت عامل شاطر ومفتح، انا بقى هوريك الشطارة اللي على اصولها، بس يا ريت تستحمل. سيب يا حبيبي الجرنان عشان تعرف تاكل. حاضر يا حبيبتي، تسلم ايديك، تعبتك معايا والله. يا سلام، احلى بيض اومليت انت اللي بتعمليه صراحه. ده فول. فول اومليت يعني، بس جميل، تسلم ايديك. بالهنا والشفا. ما قلتليش برنامجك ايه النهارده؟ مفيش، هطلع على التلفزيون الاول. جماعه بتوع الرقابه معترضين على مشهدين في حلقه 26، وبعدين هطلع على مدينه الانتاج الاعلامي المسلسل الثاني. عايزين يا ستي يغيروا المشاهد الخارجي كلها بتاعت المسلسل ويحولوها داخلي. خلاص رمضان داخل، وبيكتشف ان رمضان داخل في اخر لحظه. بعد كده بقى هرجع ان شاء الله على الساعه 9:10 بالليل كده. كويس، اصل انا برضو هفضل مشغوله طول النهار مع جمعيه احباء الطفوله. جمعيه بتاعتكم عندكم سكر من ابو 160 صحيح؟ سكر ايه، ده احنا النهارده عاملين سوق خيري. الجمعيه الخيريه، نسيت، صح. عارف بقى السوق النهارده كل واحده مش محتاجه حاجه بتوديها على السوق، يعني هدوم اتضيقت، اكسسوارات ملهاش لازمه، هدايا مش عايزينها، اي حاجه ملهاش لازمه، وبيخصصوا الدخل ده للاطفال اليتامى. والله برافو عليك، وكويس قوي. انا بصي عن شويه هدوم اتضيقت او وسعت، مش عارف، خديها يعني. وانا كمان يا محمود لقيت هدوم كتيره مش محتاجاها وانا بوضب الشنط، هوديها على السوق الخيري عشان تتباع. طيب كويس، لو عايزه العربيه بتاعتي خديها، ما دام معاكي شنط وشيل وبتاع. انا اكلم بقى الجماعه بتوع الانتاج يبعتوا لي عربيه توديني. ربنا يخليك يا حبيبي، قلبك طيب. بس انا متفقه مع سعيد اخويا، هيجي ياخدني من هنا ويوديني بالشنط على الشقه الجديده، وبعد كده نطلع على السوق الخيري. طيب يا ستي، طب ما تاخد العربيه ساميه، ما انا بقول لك. على فكره يا محمود، انت طيب قوي وحنين قوي، وانا بحبك قوي. ايه ده، انت بتقولي لي بحبك كانك بتقولي لي انا بكرهك، ايه المناسبه يعني؟ يا سلام، هو انا هحتاج مناسبه عشان اقول لك بحبك؟ صح، مش محتاجه اي مناسبه، ما انا برضك يا ساميه بحبك، والله بحبك، ومن غير اي مناسبه. اضرب. مفيش غير كده عندي، مفيش حل تاني. لو عاجبك، مش عاجبك انت حر بقى. ايه ده؟ النهارده عندنا حفلة ولا ايه؟ النهارده لا عيد ميلادي ولا عيد ميلاد سامية. يا نهار اسوح، ده يكون عيد ميلاد حماتي وانا نسيت اجيب لها هدية. اهلا يا حياتي. سفول يا عسل، ده ايه الحلاوة والشياكة والجمال ده والاحمرات دي؟ ايه عندك حاصبة ولا ايه؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبتي. ايه الحفلة دي؟ ايه المناسبة النهاردة؟ في عيد قومي ولا ايه؟ اطلاقا يا حبيبي، دي مناسبة قررت احتفل بيها انا وانت مع بعض. بس عرفت، بمناسبة ان احنا خدنا شقتنا الجديدة. لا، احتفال الشقة هيبقى في الشقة الجديدة، وهنعزم كل أصحابنا وقرايبنا، والهدايا ترف علينا. الله، أمال تورته وبتيفور، إيه الحكاية يعني؟ دي حفلة بمناسبة يوم الخير والحظ. يوم الخير والحظ، يا سلام، صدق ينفع اسم المسلسل؟ يلا بقى نحتفل يا حبيبي. نحتفل، عارفة؟ أنا حاسس كده إن أنا بتعامل معاملة 3 نجوم، 5 ستارز. حبيبي، انت فاكر الجايزه اللي كسبتها من شركه الكمبيوتر؟ ايه؟
جايزة طبعا فاكرها، اللي هي الكمبيوتر الكبير اللي جابوهولي، فاكره طبعا. انت النهارده كسبت جايزة تانية، عشان كده انا سميته يوم الحظ. يعني الشركة بعتت لي كمبيوتر؟ يعني مش فاهم. السوق الخيرية النهارده اللي اتعملت قرر مجلس الإدارة انه يهديك جايزة بصفتك أكتر واحد اتبرع. وادي يا حبيبي شهادة التقدير، وده درع الكرم. درع وشهادة يعني ايه يعني؟ ودي شمعة الخير نولعها عشان يعم الخير على الدنيا كلها. ودي كمان يا حبيبي تورتة الخير، بس دي ملهاش دعوة بالجمعية، أنا اللي شاريها عشان أحتفل بيك. وأنا مش فاهم حاجة ولا إيه؟ يا حبيبي السوق الخيرية كسبت 5000 جنيه النهاردة، أنت لوحدك اتبرعت ب 3000 جنيه عشان كده خدت الجايزة. الله، وأنا عندي إيه يعني ممكن أتبرع بيه يجيب 3000 جنيه؟ احنا قلنا نتبرع بشوية هدوم اتيقت أو وسعت، شوية كتب مش محتاجها، شوية هدايا مش عاوزها. بالظبط، هدايا مش عاوزها. أنا قعدت أفكر ايه يا سامية اللي ممكن تتبرعي بيه باسم جوزك المؤلف الكبير المعروف ويليق بمقامه؟ قلت ايه الهدية اللي ما كانش عاوزها وكان عايز يبدلها يا بتلاجة يا بغسالة؟ ما لقيتش غير الهدية اللي جابتها لك شركة الكمبيوتر. ايه؟ يعني انت بعت جهاز الكمبيوتر الجديد بتاعي للجمعية الخيرية بتاعتكم؟ الناس اتهبلت عليا يا محمود، المزاد بدأ ب200 جنيه وانتهى ب3000 جنيه، هدية جات لنا ببلاش جابت 3000 جنيه للأطفال اليتامى. وأنا مالي ومال الأطفال اليتامى؟ هو أنا يتمتوهم، وبعدين دي ما جاتش ببلاش يا سامي. ما جاتش ببلاش؟ إزاي؟ مش دي جايزة؟ أيوة جايزة، بس برضو ما أنا دفعت بقشيش كتير جدا للعمال اللي طلعوا الكمبيوتر لغاية هنا، وبعدين صرفت فلوس كتيرة قوي في الشركة دي على ما بقيت الزبون رقم 10000. كان لازم تستأذنينا يا سامي قبل ما تعملي مصيبة زي دي. مصيبة؟ طبعا مصيبة. أنا الأول يعني ما كنتش عايز الجهاز، بس لما قعدت عليه وشفت الإمكانيات بتاعته لقيتها مش موجودة في أي جهاز تاني عندي. الجهاز ده لازم يرجع يا سامي. يرجع ازاي يا حبيبي بعد ما تباع؟ يا نهار اسوح، ده انا نقلت عليه كل شغل يا سامية، نقلت المسلسلات والافلام والمسرحيات وما عنديش ولا نسخة تانية منه. ياه، انا كده مجهودي كله ضاع. ما تخافش يا حبيبي، انا خليت سعيد اخويا نقل كل الحاجات اللي على الكمبيوتر على السيديهات دي، يعني شغلك في الحفظ والصون. انت اتجننتي، جهاز ب20000 جنيه بعيد 3000 جنيه. بكام؟ ب20000 جنيه؟ يا ترى بقى دول ال20000 جنيه اللي خدتهم من ويليام ولا اللي دفعتهم لسعيد عشان الشقه؟ اعترف. ايا كان، انا سالت على ثمن الجهاز لقيته 20000 جنيه. ومستورد من اليابان حسب الطلب، ما هو مفيش جايزه بتيجي معاها فاتوره. نسيوا الفاتورة، الجهاز بتاعي وأنا اللي اشتريت، وهتعملي لي يا سامية؟ هتعلقي لي المشنقة؟ أنا حر في فلوسي، مادام مكفي بيتي ومكفيكي ومش محتاجة مني أي حاجة، عايزة مني إيه تاني يا سامية؟ مش عاوزة حاجة يا محمود. أنا أصلي كنت متصورة إن إحنا من يوم ما اتجوزنا بقينا حاجة واحدة، ومن حقي أشاركك في كل حاجة في حياتك. كنت متصورة انك بتحبني وما تقدرش تخبي عني اي حاجة او تكذب. كان نفسي خليك تعمل مستقبل لولادنا عشان ما يتعبوش في حياتهم زي ما تعبنا. هو ده اللي انا كنت عاوزاه يا محمود. خلاص بقى يا سامي، تعرف يعني ان انا من زمان وانا عندي عقدة نقص، بالظبط زي ما بيجيبوا بني آدم يحبسوه لمدة أسبوع من غير لا أكل ولا شرب، وبعد كده يطلقوه على ترابيزة مليانة خيرات. خلاص بقى يا سامي، معلش أنا عرفت خلاص العقدة اللي عندي، وإن شاء الله هظبط نفسي. يعني مش هتكذب عليا تاني؟ عمري ما أكذب عليك تاني. ولا هتضحك عليا أبدا؟ عيب. وهنخلف ولاد أول ما نروح الشقة؟ إن شاء الله، هي دي في إيد ربنا، بس إن شاء الله يعني. وهتحط لهم وديعة في البنك بأساميهم؟ وديعة عمر أهلك ما حلموا بيها.
انا عارفه طبعا ان انت زعلان على الكمبيوتر بتاعك. يلا بقى هو ولع. طب يا ترى يا محمود لو الكمبيوتر ده رجع هتعمل بيه ايه؟ هرجعه طبعا وابقى اجيب بقى ال20,000 جنيه اللي انا دفعتهم فيه. بجد يا محمود هترجعه وتاخد الفلوس؟ اه طبعا ارجعه، بس ده هيرجع ازاي؟ طب يلا 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 عشان نجيب الكمبيوتر وتصحى الصبح ترجعه. هجيبه منين بس؟ ولا يشتري بالمبلغ ده اهبل عشان ارجعه؟ اصلي بصراحة يا محمود انا ما بعتش الكمبيوتر في السوق الخيري، انا كدبت عليك. اعمل ايه؟ ما انا اتعلمت منك الكذب، يعني مفيش شهادة تقدير ومفيش درع الكرم ومفيش حتى شمعة الخير. علمتني الكذب يا محمود. يعني الكمبيوتر موجود وما بعتهوش؟ احلى كدابة في الدنيا. ياه انا بس دلوقتي يا سامي اتأكدت قد ايه ان انا بحبك. رجلك اليمين اللي باكل بيها. انت كل برجلك. ايه رأيك؟ الله حلو قوي ذوق الفرش ده. ذوق تسلم. كمبيوتر اهو هشيله بقى. ايوه حبيبي عشان ترجعه بكره زي ما قلت لي. طبعا، بس يعني محتاج امسح الشغل اللي عليه عشان دي حاجات فلوس يعني. اوكي يا حبيبي امسح الشغل اللي عليه. محمود انت بتحب الكمبيوتر قوي كده؟ صراحة انا بحب كل الاجهزة، بس خلاص وعدتك ان انا هرجعه ووعد الحر دين عليه، وانا محبش حد اكون مديون. عارف يا محمود اكتر حاجة بحبها فيك، لا اكتر حاجتين بحبهم فيك طيبة قلبك وصوتك النادر ده. محمود لو خليتك تحتفظ بالكمبيوتر ده توعدني ان ده اخر جهاز تشتريه؟ بجد؟ اوعدك طبعا اخر جهاز، يعني احاول يبقى اخر جهاز ان شاء الله. بس بشرط. اشرطي زي ما انت عايزه، ما دام هتسيبي لي الجهاز براحتك خالص. تعلمني على الكمبيوتر عشان احبه زي ما انت بتحبه. يا سلام عليك يا سامي، عناية ليك واعلمك بسهوله وببساطه وبسلاسه. بص يا ستي البتاع ده اسمه ماوس، يعني فار، تمسكي الفار كده اهو واخده بالك وتيجي عند العلامه اللي مكتوب عليها ستارت، بتدوسي عليها بتلاقي بقى ايه البروجرام والديكومنتس والسيتنج والسيرش والهيلب والران. غير كده عندك السورس، السورس ده بقى مسؤول عن السرعات بتاعه الكمبيوتر، عندك الهاردوير وعندك السوفت وير. فهمتي؟ لا طبعا ما فهمتش. يبقى انا كده حاولت وعملت اللي عليا. انت صعب تفهمي الكمبيوتر ده، حاجه صعبه جدا. يلا قومي اعملي لي كوبايه شاي عشان عايز اركز.